الانتخاب الجديد ديالك، العوده الجديده الى سيدي عثمان. عندما يخدي لك التحالف، عندما يخدي لك التحالف وتلقى تجي راسك وحيدا، ولكن كاين الحمد لله وكلاء لوائح وكاين احزاب غيوره، وهنا تنطيونا اراده المواطن. ارادت اراده المواطن ان يكون النصف ديال التجمع الاعضاء المنتخبين هما نصف الساكنه اللي صوتوا على التجمع عطى قيمته، والحمد لله هذا مستوى دازت في الشبكه الديمقراطي، اعطينا درس اخر في الديمقراطيه، اعطينا درس اخر في المدرسه، مدرسه التي تربي الاجيال وتربي الاحزاب وتربي الشباب وتربي المناضل والمناضلات. عيوم يديروا المناضلات، عيوم يديروا المناضلين، عيوم يقلبوا عليهم لا يدقوا عليهم وما صوروا والو، ولكن الحمد لله. اذا تشوف انت بان خد لك التحالف ما صوتش يعني معك. هذا خد لي التحالف، ويعني انه يحط واحد جيب 1100 صوت ويحط واحد عنده 1100 صوت، انت عندك 10000 صوت، يعني هذا راه هذه ماشي غير فوق 10 المرات. على كل حال هذه امور الذي ما كاينش في الديمقراطيات وما عرفتش الديمقراطيك في الجزائر. باش توعد السكان في هذه العوده الجديده؟ لا سنستمر وسنستمر في التنميه، وسنستمر مع الاخوات والاخوان، وسنستمر في هذا المكتب المسير ومجلس المسير. شكرا. شكرا.